هلا ومرحبا. اصبر قاعد انتظر واحد يجي. ها انت تتغدى معنا بعد سم؟ حول تستغلنا انت ولا تطلع قيمة عشاك الوارع؟ ما قلت بطلع قيمة عشاء، بس جاي بتغدى وياكم كالمعتاد يعني. لا طيب وقف وقف، عندي شغلة مع ابو صلوح، نبي نروح مشوار قريب هنا. وين؟ شوار. تبي غدا ولا ما تبي غدا؟ تبي غدا دسم؟ ها على حسابي. على حسابي بس زبط الدنيا، بس انتظر واحد يجي. وقلنا بنروح مشوار قريب هنا. مشوار قريب هنا. ارجع 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 حبيبي ارجع. من هنا هنا اي على جنب حبيبي، على جنب على جنب. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. يلا بصلوح يلا لا نتاخر، طق طق الباب. عبد الوايت من بترجع. ايش عبد الوايت من بترجع؟ اي عبد الوايت. اجي من وين نعبيه حبيبي؟ نروح نعبي من برا وعندنا جهاز. ما يصير الله ليني. طق الباب حبيبي، طق الباب. يلا اسحب 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 حبيبي، اسحب اسحب الدنيا، اسحب اسحب اسحب. نبي نعبي الوايد، لا تطالع، نبي نعبي الوايد. ايه طق 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 طق. لا شوي شوي حبيبي، لا تسبب الازعاج، لا تسبب الازعاج، لا تسبب الازعاج. ايه امسك 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 امسك، روح روح، عدل عدل الدنيا، عدل الدنيا. الله لا يهينك، بس عندنا وايد ماي ونبي نعبيه. فاضي زبد حق. بعد اذنك بعد اذنك قل له. بعد اذنك. جهاز التحليه اللي ركبناه لك فوق. جهاز التحليه بعبي لك ذا كله. وايد بس 13,000 لتر. بس. ننتظر عادي، اذا بيطول ننتظر، ما عندنا مشكله. الطريق قرب قرب. بس سامحني انت، انا محتاج الماي، انا مركب جهاز عشان لما احتاج الماي الاقيه. عدل ولا لا؟ عشان شنو؟ عشان تلاقي الماي. عشان ايش؟ تلاقي الماي. عشان شنو؟ عبي الوايت. عبي الوايت. راح حبيبي. عشان لجينا نعبي الوايت ولا لا؟ نزل يدك. نزل يدك. شد روحك ورحلة، شد روحك ورحلة، شد روحك ورحلة. تحت طريق أقول لك الله لا يهينك، بس اسمح لنا حبيبي، اسمح لنا. معذرة مرضى راشد، روحك ورحلة. اسمعني أنت، اسمعني تفهم حبيبي. انا قايل حق راعي الوايت بنعبيه من هنا، قايل له بنعبيه من هنا، لا تفشيني قدام راعي الوايت. قاص على راعي الوايت قال له بتعبي وسيبك بسامره، جايبه بتعبي. تبي تسقرني قدام راعي الوايت؟ تبي تسقرني قدام راعي الوايت انت؟ ولو 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 قم نافخ قم نافخ. تبي تسقرني قدام راعي الوايت؟ تفهم معه تفهم معه. انت تفهم ولا انت فاكر انت بعد سكر ثمن؟ انتظر سم، انتظر راح اسوي طريق وبادي سم. سويله ذي بسويله، بس سويله بس سويله الحالة، بس سويله الحالة. ايش واحد منكم ما طلع؟ تعال تعال خله هو يروح بده. ابيك انت تعال تعال، خذ اللوز معك، خذ اللوز معك، خذ اللوز معك. يلا روح خله، عشان شبكه عشان شبكه عشان شبكه. هات هات لوز، هات لوز حبيبي، هات لوز، هات لوز، هات لوز. شغل شغل مطور، خليه يسحب. ها راح راح انشبك اللوز. ها جهازك واخذه.
شو جبت الناس كلها؟ شفت الزراعة الجهاز كله بشامنا شكله ضايقناك على جهازك واخذ معك بيتكم شوفك مطبطه هنا الان ولا الحيوين ذي بصير بالعوض رحنا في زراعة يلا بس في زراعة يلا معليش يا بعد عمري ما نحتاج وايتك خلاص بعد عمري ان شاء الله الجهاز عندنا هنا اشوف خير يبا خير ما خلاص لا جاي نعتذر منك جاي نعتذر منك ونرجع لك الجهاز رجع الجهاز ان العالم ياكلون وجهي يقولون ركب حق خويه جهاز بعدين جاوا شاله لا عالم ما حد يشرح عليك لا العالم ما في احد يشرح عليك سنه بعد قلت ما امشي وانت زعلان والله ما تمشي وانت خذ جهازك بس لا 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 والله انه ما امشي وما اخذ بخاطرك علي يا ابو شمر يا عمي قلت لك ماني بزعلان اخذ جهازك بس كنك زعلان انت بس ماني بزعلان خذ جهازك بس وجهك يقول انك زعلان ابن الحلال ماني بزعلان ماني بزعلان انا تشوفني زعلان شباب ماني بزعلان انا ماني زعلان ايش كنك زعلان ما انت ماني بزعلان قلت لك ماني زعلان خلاص عاد ايش كنك زعلان يعني وجه يا عمي خلاص راح ضف وجهك ولا اشوف واحد فيكم ما طط هنا احنا الحين احنا كذا خلصين ما في الخاطر حاجه ما في شيء اكيد تامر على الجهاز خذها وان شاء الله انك ما ضف وجهك ولا ابي منك شيء وكسر ولا شوف خفت اشرح علي العالم ان اخذت انا منك ال يا اخي ما حد بيشرح عليك وانا ماني بزعلان وضف وجهك ما حد بيشرح ضف وجهك بس اجل باقي البراد انتظر اجيب البراد ولا نمشي لا عشان بدينا الحين بدا السحب على شاليهين في الانستغرام وشاليهات اثنين في التيك توك في التيك توك بيكونون اربع جوائز يلا بدا الحين البرنامج يبحث عن اول فائزين الفائزين سيحصلون على شاليهات لهم ولعائلتهم مكونه كل شاليه من ثلاث غرف تاخذ عيلتك وتروح تنبسط وتوسع الصدر هناك الفصفص والماي والشاي لا مو الشاي والبيبسي والماي وذا على النشدان يا ابوي اذا معزوز دقت لي امك ولا من امه حبيبي سكرت وجهها معليش معليش معزوز معليش المعذره سكر وجهي لم جيب عش قام ولا اشتر حليب معزوز تبي حليب يلا تبي حليب تبي حليب معزوز ما عليه تتحملنا معزوز سكرنا في وجهك ما عليش يلا يا ابوي ما خلص ذا حبيبي برنامجك حبيبي ما شاء الله 300 الف وفوق كومنت الله يعطيهم العافيه يلا ما شاء الله ما شاء الله الحين بدا ويلا بدا سين الله يجزاكم خير ما تابع كل المؤمن الله يحفظك الحمد لله الحمد لله والخير ما شاء الله عليك الحمد لله هذا ذولي عشان يدعون لنا الخيرين لا يدعون لنا احنا مبتلين ايه احنا مبتلين فيك الف الف مبروك باذن الله اربع شيلهات تاخذون عوائلكم تروحون هناك تزبطون اموركم الشيلهات من عندي واللي من الحسا زي ما قلنا قبل ما تروح روح قل انا من الحسا تمر الكوفي تاخذ مشروباتك ودنيتك وتظبيطاتك معك الله يطول عمرك والبيبسي والماي وال فصفص علي فصفص ما قصر فصفص شاب لكم فصفص بالحي ما قصر اقلي والله مرتب يستاهلون رجل لهم 4 كيلو كل كيلو في شلي مكفيكم بيض الله وجهي يستاهلون